يسعد صباحكم طلاب الصف الثاني، كيفكم يا حلوين؟ اشتقت لكم كتير كتير. اليوم عنا الدرس السابع بمادة الرياضيات وعنوانه الأنماط الهندسية. زي كل مرة، ماذا سوف نتعلم اليوم؟ بدنا نكتشف أنماط هندسية مكونة من أشكال مستوية ومجسمات. احنا أخذنا شو يعني أشكال هندسية مستوية، آسفة، وأخذنا المجسمات أشكالها وأسماءها وعدد الأحرف وعدد الرؤوس وعدد الأضلاع. المصطلحات اللي بنتعرف عليها اليوم اللي هي نمط ووحدة النمط. استكشف، بحكي لنا هون ما الشكل الناقص طلع عندي، الأشكال الموجودة عندي، مخروط كرة مخروط كرة، شو لازم أحط؟ الشكل الناقص هو المخروط. طلعوا يا مسكيف، المخروط لونه أزرق، الكرة أحمر أزرق أحمر أزرق، هذا هو المعنى النمط، أزرق أحمر أزرق أحمر. هون الشكل واللون، الشكل واللون. يمكنني ترتيب الأشكال الهندسية وفق نمط معين، ووحدة النمط هي الجزء الذي يتكرر منه. أخذته بالصف الأول الأنماط. هلا يوجد تغيير في الشكل واللون. طلع عندي هون، في عندي رسمنا مستطيل سداسي سداسي، شو بدي أرسم؟ مستطيل سداسي سداسي مستطيل، شو لازم أرسم؟ شو لازم أرسم؟ مستطيل، شو لازم أعمل؟ سداسي سداسي. حتى أكمل النمط لازم أعمله نفس الشيء. هلا عندنا المستطيل والسداسي والسداسي، هاي وحدة النمط. هلا يوجد تغيير في القياس واللون. طلعوا هون الأشكال الموجودة أمامنا، عندي برتقالي أصفر أخضر، برتقالي أصفر أخضر، برتقالي أصفر أخضر. هون عندي يا اختلف في القياس، إشي طويل وإشي قصير، واللون اختلف في القياس واللون، وهذا إحنا بنسميه شو؟ وحدة النمط. وحدة النمط. ننتقل إلى أسئلة الكتاب صفحة 65، أتحقق من فهمي وحوط الشكل التالي في النمط. عندي مخروط هرم مخروط هرم مخروط، شو لازم يجي بعدي؟ هلا هاد يا مس المخروط والهرم نسميه وحدة النمط. وحدة النمط إذا اللي هو مخروط هرم، إذا مخروط هرم مخروط هرم مخروط، شو لازم يجي بعد المخروط؟ هرم، فنضع دائرة عليه. ننتقل للشكل 2، مربع لونه أحمر كبير ومربع لونه أزرق صغير، أحمر أزرق أحمر أزرق أحمر، شو لازم يجي بعديه؟ أزرق. أحسنتم، وهذا يا مس اللون نسميه وحدة النمط. ننتقل وحوط وحدة النمط وأكمله برسم الناقص بشكل الناقص، مثلث أزرق سداسي أصفر سداسي أحمر أزرق أصفر أحمر، شو لازم أحط هون؟ مثلث أزرق أصفر أحمر، مثلث سداسي خماسي مثلث سداسي خماسي مثلث سداسي خماسي. ننتقل لهون، دائرة خضراء دائرة زرقاء دائرة برتقالي، هاي اسمها وحدة النمط. أخضر أزرق برتقالي أخضر أزرق برتقالي، هذا هو يمس درسنا اليوم اللي هو وحدة الأنماط. بنحلهم هدول بالكتاب ويعطيكم العافية.